عليكم، معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24، وهذه حلقة جديدة. حلقة اليوم هي عبارة عن معلومات، آخر الأخبار والمعلومات عن فتح الطيران، فتح الحدود مع روسيا، وما هي الدول التي تم فتح الحدود معها هذا الأسبوع، وكذلك بخصوص السعودية وفتح الطيران معها ومع بعض الدول الأخرى العربية. أيضا تمديد السماح للأجانب الموجودين أصلا في روسيا، وما هو التاريخ الذي مدد له، بالإضافة إلى دفع الأقساط للطلاب، وهذه طبعا مشكلة كبيرة. طبعا سوف تكون كل هذه المعلومات الآن إن شاء الله حلقة أحاول أن أختصرها، فلنتوكل على الله. قبل البدء أرجو منكم تفعيل الجرس، الاشتراك والتواصل معنا دائما. إذن بالنسبة لفتح الطيران هذا الأسبوع، روسيا قد فتحت الطيران مع 4 دول، هي 3 دول مجاورة ودولة في شرق آسيا. الدول هي بيلاروسيا، كازاخستان، قرقستان أو قرقيزيا تسمى، بالإضافة إلى جنوب كوريا. طيب ماذا بالنسبة للدول العربية؟ وهذا السؤال الذي يشغل بال الكثيرين. بالنسبة للدول العربية، مفهوم أساسي أنا قلته سابقا، وهو أنه إذا دولتك أنت فتحت الطيران فتوقع روسيا أن تفتح الطيران معها. كمثال الأردن، يسألون من الأردن ومن سوريا بالأخص، متى سوف تفتح روسيا الطيران؟ هي ليس روسيا التي تفتح الطيران، وإنما دولتك. إن كانت دولتك قد بدأت بفتح المطارات والبدء برحلات إلى الدول المجاورة وغيرها، قد تفتح روسيا طبعا الطيران مع دولتك، لا سيما أنه الكثير من الدول العربية فيها الموقف الوبائي، والوباء عموما قليل جدا، مثل الأردن، تونس، وسمعت أيضا حتى أنه الجزائر مسطر عليها، بالإضافة للدول الخليجية. أغلب الدول الخليجية تقريبا الوباء، خاصة يعني في السعودية. بالنسبة للسعودية، الأسبوع الماضي يوجد يعني أرسل لي بعض الشباب أو الطلاب عبارة عن صورة لقرار أو مرسوم لوزارة الداخلية السعودية تسمح به للطلاب الموجودين داخل السعودية بالسفر إلى الدول التي يدرسون فيها. من المعلوم أو غير المعلوم أنه أغلب طلابنا حاليا لهذه السنة هم من دول الخليج العربي، وخاصة من السعودية، اليمن، ويوجد أيضا لدينا من الجزائر وبعض الدول الأخرى أيضا من مصر. فبالنسبة للسعودية، إن طبعا باعتبار أنه تم فتح الطيران فقط للطلاب وبعض الفئات الأخرى، إذا كان الموقف الوبائي والتفاهم بين روسيا والسعودية جيد، فاحتمال خلال شهر سوف يتم فتح الطيران. أقول لطلابنا عن طريق هذه الحلقة، وخاصة الذين قاموا يعني قمنا بإرسال خطابات الضمان لهم، بعض الجامعات الآن تطلب دفع القسط، والبعض الأخرى تتريث تنتظر. لذلك لا تقلقوا، نحن نتواصل مباشرة معكم، أرقامكم عندي، وكل واحد لدي يعني عندي فايل بالحاسبة بمعلوماته الكاملة، أتواصل معكم إن شاء الله إن بلغتنا الجامعات بآخر جديد، سواء كانت الدراسة أونلاين، سواء يعني طلبت منكم دفع الأقساط وغيرها، سوف نتواصل معكم إن شاء الله. الموضوع المهم الآخر، وهو روسيا كما تعلمون أغلقت الحدود، والأجانب الموجودين داخل روسيا بعد 15/3 مارس هذه السنة تم تمديد إقامتهم في روسيا بدون أن يغادروا، لأنه لا يوجد طيران، وهذا تمديد كان إلى منتصف الشهر السادس تم تمديده إلى منتصف الشهر التاسع سبتمبر الذي فيه نحن حاليا. يوم 15/9 قبل أيام تم تمديده أيضا إلى 15/12 ديسمبر. هذا يعني أنه الأجانب الذي لديهم فيزا سياحية، فيزا تجارية، فيزا خاصة، أي نوع من الفيزا، ولم يستطيعوا المغادرة، فبإمكانهم أيضا المكوث في روسيا دون مشاكل إلى 15 من ديسمبر، حيث من الممكن أن يتم فتح الطيران عموما مع كثير من الدول، وبإمكان الأجنبي أن يغادر. هذا هو الموضوع المهم الذي قد صدر قبل أيام فقط. بالنسبة للطلاب الذين يتواصلون معنا أو أولياء أمورهم
ويسألوننا. هم البعض قام بالتواصل مع شركات وأناس هنا داخل روسيا لغرض الحصول على القبول الدراسي والدعوة الدراسية والدراسة في روسيا. الأشخاص يتواصلون معنا مباشرة ويسألون: أنا لدي قبول من الجامعة الفلانية، وتواصلت مع الشركة الفلانية أو مع فلان الفلاني الطالب الفلاني، والآن يطلبون عندي دفع الوسط وكذا، فكيف لي أن أتأكد؟ هل بإمكانكم أن تتأكدون بأنفسكم؟ يرسلون لي كل الوثائق. طيب يا أخوان، أنتم قدمتم عن طريق شركات غيرنا وعن أناس غيرنا، هذا يعني أنه علينا أن نتأكد من الوثائق ومن خطاب القبول ومن الشهادة ومن جواز سفر ومن الجامعة، الاتصال بالجامعة، الاتصال بالشخص أو الشركة. طيب هذه ليست مهمتنا يا أخوان. أنتم تزعلون عندما نقول لكم أنه لا نستطيع مساعدتكم، يعني أنتم ضعوا أنفسكم مكاننا. هل أترك عملي أنا وشغلي والطلاب وال يعني الجهات التي تتواصل معنا لكي أقوم بأداء خدمة؟ أعتقد أنها ليس من واجبي، يعني أنتم أعتقد تعذرون بهذا الخصوص. لذلك أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. البعض يتواصل معنا ويقول: ساعدونا ساعدونا ساعدونا. للأسف لا يمكننا التواصل مع الجامعات، وخاصة الجامعات التي لا نتعامل معها، بسبب أن أغلب هذه الجامعات حاليا التواصل فقط عن طريق الإنترنت، أو أن يكون لك مندوب في تلك الجامعة. الجامعات التي نتعامل معها لنا مندوبين في هذه الجامعات، نتواصل معهم ويقدمون لنا لهذه الجامعات وغيرها. إن حصلت مشكلة للطالب، تأخر بالقبول، يعني نحتاج إلى دفع القسط وغيرها، فنحن لدينا نافذة أو تواصل مباشر مع هذه الجامعة. لذلك أرجو المعذرة مرة ثانية إن لم نستطع أن نساعدكم بأداء عمل غيرنا. أنا أنصح الناس دائما أن يتواصلون مع الأشخاص ومع الشركات الذين قدموا لهم. ما هو السبب؟ ما هو العذر؟ لماذا لا يقومون بمساعدتكم؟ البعض يختفي، البعض يقول يجب أن تدفع لي أنا شخصيا، يعني الشخص الذي قدم المبلغ كامل، مبلغ القسط. يجب التأكد يا أخوان، يجب عدم إرسال مبالغ إلى روسيا بدون أن تتأكدون. هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن تعرفوا مع من أنتم تتعاملون. النقطة الأخيرة في هذه الحلقة السريعة: لا يزال الوقت أو الجامعات مفتوحة. بعض الجامعات، حوالي 3-4 جامعات نتعامل معها، لا تزال تقبل استقبال أو وثائق الطلاب والقبول فيها ولدراسة طبعا السنة التحضيرية. إن كان لديكم الرغبة والرغبة الصادقة والأكيدة، لديكم جواز سفر ولديكم الشهادة ولديكم النية الأكيدة، فابعثوا لنا وثائقكم. إن كان ملاحظة مهمة، رجاء إن كان هناك تأخير بالتواصل معكم عن طريق سرقية، عن طريق الواتساب الموجود بأعلى في بنر القناة، يرجى التواصل مع الإيميل. الإيميل أنا أجاوب دائما، أنا أقوم بالإجابة على الإيميلات. إن بعثتم لنا إيميل سوف يصلني خلال الزمن الثانية، لذلك اكتبوا إيميل إن كان هناك تأخير من سرقية، لأنه هناك كثير من الرسائل لا يتحقق لي سرقية الإجابة عليها. بالنسبة للدراسة، كما قلت سابقا وكما أعيد وأكرر، احتمال مش احتمال وإنما 90% سوف تكون أونلاين شهرين، على الأغلب 3 أشهر، ويتم إرسال الدعوات إلى الطلاب والالتحاق. أعيد وأكرر، الطلاب من مصر ومن الإمارات الآن الجامعات قامت بعمل الدعوات الدراسية لهم، وسوف تبعثها لهم، وسوف يأتون إلى روسيا بعد استلام الدعوات وعمل الفيزا. أما بقية الدول العربية فعندما تفتح حدود بين روسيا وبين دولتك، فتأكد أنه سوف تكون هناك دعوة مباشرة عن طريق الهجرة. السؤال المهم بالنسبة للأناس المقيمون في هذه الدول العربية أو تلك، لو نفرض أنه بكرة روسيا فتحت حدود مع السعودية، فتأكدوا أن الأخوان الذين هم الآن طلاب لدينا من اليمن، من سوريا، أعتقد لا أتذكر بقية الجنسيات، سوف يقومون بعمل الدعوات لكم أيضا، لأنكم لديكم إقامة سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يعملون لكم طبعا الدعوة الدراسية لو تم فتح الحدود مع السعودية. هذا افتراض.
أما هكذا فسوف تكون الدراسة إن شاء الله بداية الشهر العاشر أونلاين، سوف يتم دفع جزء من القسط وتبدأون بالدراسة أونلاين عن طريق السكايب، وبعض الجامعات عن طريق النافذة خاصة بكل طالب، يعني الموضوع يعتمد على كل جامعة. لا أطيل عليكم، هذا ما نقوله هذا الأسبوع، انتظروا حلقة سوف يعني نبثها يوم الجمعة بإذن الله، حلقة مهمة جدا عن القرار المبشر، القرار الجميل، وهو تمديد وتغيير صيغة الفيزا الخاصة من 3 أشهر إلى سنة، وتغيير أيضا كيفية عملها وكيفية إرسالها وتفاصيلها. انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة. لا أطل عليكم، بالنهاية كان معكم خالد العامري من قناة صنعة في روسيا 24، دمتم في أمان الله.